بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه أجمعين، ما بعد. عشر كان واكيب بقول صدن يصدحات كمدا من شرح صحيح مسلم رحمه الله تعالى. باب ما يستعاذ به من باب ما يستعاذ منه في الصلاة. وباب هي وحي إلهي لقم قليي صلاة قدهد. قال الإمام رحمه الله تعالى: حدثني عمرو الناقد وزهير بن حرب قال حدثنا يعقوب ابن إبراهيم ابن سعد الزهري قال وحوري إبراهيم يعقوب ابن إبراهيم حدثنا أبي أبهب نوتبي حديثك إبراهيم ابن سعد ابن إبراهيم ابن عبد الرحمن ابن عوف الزهري عن صالح ابن كيسان عن ابن شهاب الزهري قال أخبرنا عروة بن الزبير أن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت وهي وحيت جري سمعت رسول الله رسولك إلهي بان مقلو يستعيد مغنقل يا إلهي مغنقل يا عسكاني في صلاتي صلاتي سجوده إذا من فتنة الدجال دجال فتنة دي سإلهي كم مغنقل يا على وإن سومر فتنة معاني بضان بيكوت مادة حاكم ذا الامتحان والاختبار إلا قو امتحانه أم والله لقا قادو تجابين أو حقرنا يسي إنكالي وحاكم ذا الغفلة عن الواجبات والمطلوب إناد كمشقوشو وحيابه لقا ربي سيدا فتنة الأولاد والأموال إنما أموالكم وأولادكم فتنة وحاكم ذا إن لغوقص بالدين كناد كبح الكراه على الخروج عن الدين دين كان أتكبح والغدر قي فتنة الليل هذا إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات بعض العلم فتنة إكراه كفصري نمان تحريق يحراق وإن لقوا أما الضب لقوا قبثية كفصران يعني بضم بيكوت مادة كفر بيكوت مادة والفتنة أشد من القتل الضلال يإثم يبادي بيكوت مادة معاني بضم فضيحي عيبان بيكوت مادة مركه هنا فتنة الدجال ورقن حمدي سي دين لان تي سي كفر امته ابو يرى يو تذكر كفت نوبيه تاسو الهي كما كان قال شري نبي غن ابو عليه الصلاه والسلام انو سن دجال قارينين وانا اوغا انو سن كفت نوبينين مسلمين ترى واوغين صوبان انو هاوشا معصوم كي هاي لكن اله الله بريو والله ما كان قال هو حكم من احكام العبوديه الهي إن الأمج سأدون نمت كهذا إن الأدون تضب عن طاي قوري أيام باتوسي سواء عبادة مستقلة عيادة إله لا من قال يدعاء عبادته وحكم ما يمشر أفلا أكون عبدا شكورا وحكوا كتر النبي عليه الصلاة والسلام ومد أيوب بريا إن إله أي مغن قالان ويعسكدان وحول بصوكر لا يسقى كم مغن قالان لباتوين كاسو دنبا. حدثنا نصر بن علي الجهضمي وابن نمير محمد بكوذة وأبو كريب محمد بن العلاء والزهير بن حرب جميعا رقع دور كاسيو دجرة وحي كتبنا يعني حديث كعن وكيع أبو سفيان قال أبو كريب وحوري حدثنا وكيع انت كلنا عن وكيع بيده هذين. حدثنا الأوزاعي عبد الرحمن بن عمرو الشامي عن حسان بن عطية المحارب عن محمد بن أبي عائشة الأموي عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه سند كالقاس وكل ميه وعن يحيى بن ابي كثير وعن يحيى بن ابي كثير وحيكو عطفنت هاي حسان بن عطيه حسان بن عطيه كو عطفنت بمعنى اوزاعي يا حديث كالله الشيخ كله لبا الشيخ بكول يا هاي اوزاعي عن حسان بن عطيه عن محمد بن ابي عائشه عن ابي هريره واحد وسند سند كالله نتكيهر صوت رنيزا ناصر بن علي أبو كريب جماعة حدثنا وكي حدثنا الأوزاعي عن يحيى بن أبي كثير الطائي وعن يحيى وحيكو عطفنتي عن حسين بن عطية إنه نزقرنا في الهية أوزاعي بأن الله بشيخ خلي حديثك أحدهما وحسين بن عطية وصهر مريي إلى آخر السنة كاللبانه ويحيى بن كثير الطائي عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال حول السحابه قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم رسول كلا يحول إذا تشهد أحدكم متكين هدوء التحيات سده وأتحيات كؤور رميه فليستعذ بالله إلها كما قالوا من أربع أفر بلايو أفر بلاي إلها كما قالوا مد كوبات
يقول وحورنا يا أضونك اللهم إني أعوذ بك الله وحن كان من قلي من عذاب جهنم جهنم عذاب كذا الله جهنم كان من قلي إله النار كان من قلي الله قوضه جهنم مر هذه الشوا كناية عن النار نار رب النبي بقوض عليه الصلاة والسلام ومن عذاب القبر قبر عذاب كذا الله كان من قلي ومن فتنة المحيا نولش فتنة ذا كان من قلي المحيا هنا وزمان الحياة أنت للنولي هاي فتنة ذا كان من قلي فتنة الدون وأنت النول هاي قلت ما ذا الله كان من قلي نبغى نقول فتنة ذا آمن كي هاي وقال لكن وحنا نبغى موشنا ينو أدون يا ربيين أوبا هاي هاي أدون ما هم مسلمين تنا واتوصي يوحى الوقبة هاي هاي والممات يجيرد فتنة ذا أي وزمان الموت حلل جيردنا في نيزا كام جنجلي ومن شر فتنة المسيح الدجال وحان قالوا لو كام جنجلي من شر فتنة المسيح الدجال ننكي بين على هاي بين تبضنا يصعد كبضنا أما إيش لا آية ربكم مصحنا فتنة دي سفنة شر كذا كام جنجلي هاي اللي في نيزا هو إيمان إيسا ومضى واقو إيمان إيسا لكن شر كذا إلى نكابد بعديه أيام مهمة أفرت مرك واسدة إلهي والله قم منقل عذاب جهنم والنار لقم منقل عذاب القبر مدى صدحات فتنة المحياء والممات مدى أفراننا ومن فتنة ومن شر فتنة المسيح الدجال المسيح وحلو يدي بال الشيغة معاني بضم بيضتك الشيغان أصوغم مصحان وربا كان إيش ميدي كتابة مصحان تهاي وان إلب كؤول بإلهي أبو رقليا له وليها سنمرك أحاديث بكور من إيسا طيب ولو حليم يحلو بحي المسيح وسعود بدية الدون كورن بو كسيم هيا كو اكينا يا سعود يا تلابو ما لا يريد الى كما من نعيم ويسيد مكيه مدينه مركا سعود بدنا انها سوال الشيغا دجال كون وانك بينت بدن دجال وان بين وانك سو مري في كتاب الامام انه سو مري دجال مركو هوري كب الله ما هي الهي بان هي ربي بان هي مركو ري و خوس كدغيا نين عباده بدن او صالح او اولي الهي وان داس دبا دغيا مركي عامه بدن كو ير فتنوبان مركو ريسه ما شيغن اله نيمو اي واقد مخو عصو ودلع هيا انو دوه نبي بان هاي ما كدل كقار كود كو فتنوبان بو خو دلع يا مايا وا وان دلعيبا اله بان هاي واحد بني ادم ما ها جن ذا دم الدجال وهذا جن بيد انس ما ها هذو جين هاي صحابه يو النبي محمد يو كما يشكيان انه يهي ابن سياد ثم قرنا ابن سياد يهودي قال مركوا من بني ادم في النولو وي مركوا عبادي وناك بمد كسو قليا ولمن داعي وضد خير كوغير امار بالمعروف نهى عن المنكر بسكدغيا جماعه دعوي وصميسنيا واقدم بحسب بدل يا نبي بان هاي يا رسول وأقدم بهذا نحو الإله بان هاي مش قدم بين واتقانا حدثنا أبو بكر بن إسحاق الصاغاني واسمه محمد إسحاق بن ليلى هذا أخبرنا أبو اليمان الحكم بن نافع أخبرنا شعيب بن حمزة كوض عن الزهري محمد قال وحولي زهري أخبرني عروة بن زبير أن عائشة رضي الله تعالى عنها أن زوج النبي نبي حاسك سيد عليه الصلاة والسلام أخبرته حيوشك تيز عروة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينوها يدعوك كد عيسته في الصلاة الصلاة واجبك أقوده إذا يصلاةها كلبة اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر الله حان كامان قلي عذابك قبرك يا كامان قلي وأعوذ بك الله حان كامان قلي من فتنة المسيح الدجال بين بضنة فتنة دي سنة وان كامان قلي الدنين إله نمشي اكتيا كب بضن وأعوذ بك الله وحن كامن قال من فتة المحيا من فتة الزمان الحياة تبع لقوه أنت النور هاي فتنة الدينيت بع الله كامن قال الدنيا دب ماله والممات يجيري ذبا فتنة إذا كام اللي يجيرو فتنة إلى ذاي طيب إلهي نو قصوا وما ينا توحيد كبس يكتا لقيابا سؤال هل قوات كيا لقيابا سكرات كنتو كدبو أولو سلع مريادو أمدونا يكون بسطال لغيابا وحاسو دم وافتن في حقك أو في حق الناس مرك والممات نولاش في الندى إذا إيا في الندى جيريدا الله كاما قال أوائل كذي آخر كذب اللهم إني أعوذ بك الله وحن كاما قال أبو النبي قورن جرين من المأثم الله ودنبي بان كاما قال دنبي
إنهم كل عيي معصية الله كام نبي ويوجه إنه معصوم كياي لكن أفلا أكون عبدا شكورا والنبي واستغفار سنجر رب اغفر لي برجد وابدن جر بقول شر تضباطا بلا من شري إذا مركب ما هادي هدي إلهي كونا شيء إن نقطه ضغن فرس لو قد جاي معها أنبيانا هولها شغل كميلة طيب مركض الله قبريا أدون نمض مرنا مزوشو وفقر ذاتيا أما الرسول نقو مكرمة أما ملك مقربا نقو أدون باتا هذا يقول الله لبانه سبحانه وتعالى مدك له وح أنبيض وأكتوا الدم ببكاء يا أذو أكتوا إسكيرد فلين يسوي لعب صغير بكوا سيد الله يدادو حسنات الأبرار وسيئات المقربين حسنات الأبرار سيئات المقربين وي نينا سوق التقي وباريس كده جاي وحبه إله يقول دوانا يو يقوله واطفي عن تاي ضبط يبغى لحم تايبة نفس الشيء يعني تدخل ميزان ما أها اعتبارات قوة كلا سرية نبضي محاد قرآن برا ببله بيوتهم حكزوسي كن شيرين أبوك مسلم نبضي هذا هب الحكزوسي كن شيرين وكبر براي ما شاء الله بالله ذا معك يعني نين كان قاعد تمن مليون وكم سعدة شذلك كل يوم لباطن كم سعدة بكم شبتة مقاحي يرك حرتوا أيك شعبتنا كمان شعبه وككبرة إسلينا بيش مربو صومرة كل شيء لمركز اللوجي يليا إن هذا فانتين بارم ولا لكن وذا الحروة ومالك الجمعة الله يروي لي مكون كسوقة تكون مرقامة هي هذو قرانك بكون شلم بحيو حق مرة يعني كاس وعركة متى مسماه اسكو ميل متى الله صوبنا يدينكو سقو سيدا يا هدنا يكعب هذا بدن يهي الله كاجر دو يهي رب كايا قانا كا استغفر بدن يهي كا ذكر بدن يهي إن لقضى إذا لدوني اللهم إني أعوذ بك من المأثم الله الدين بانك الدين بانك من قلئي والمغرب قان إن أنقام به ديم أمضى يقول يا شانون اسكبحون واي ما أثم كوا والدنوبتي آثامت والمغرب هو إن أنقام به ودين علوس ودن بحين كرين أي كفوشو أما كوا أتكات قال عائشة وحتره يدين فقال له قائل فقال قائل أحد بوحكوه النبي له لرسول الله صلى الله عليه وسلم ما أكثر ما تستعيذ من المغرم يا رسول الله أحد باوحولي كميدة صحابة دي نبي الله بضانا انت الإلهي كم قنقلي سقان صلاة والبوات كم قنقشا قائل كان هو عائشة أمنا عائشة وإذا اسقرنا إذا روح سؤال النبي قويدية كعلي وأمنا عائشة كما في رواية النسائي أحمد بن شعيب أبو عبد الرحمن فقال له قائل وهي عائشة أم المؤمنين وهي صاحبة الحديث ما أكثر نبي الله بضانا ما تستعيذ أنت مدن جليس من المغرب يا إلهي كم مدن جليس من المغرب قان يدين على سوق فوشة جوابته في رزقيمة هذا فقال سبحانه وحيري إن الرجل أي الغالب سيد بضان وي سيد بضان إن الرجل أحدكو نين يضمر وأسكم إن الرجل ننكو إذا غارم هدو قامو به ديمو به حدث وحبو الشيغا فكذب بين بين بينيا حدث وشكيا فكذب وانا بين شيغا ووعد وحبو بلن قادا فأخلف وقبي لا وصد بضن يعني إذا إن الرجل إذا غارم وعادة حكمك عادي الحكم العادي والأحكام العادية لقم بشيو الاحتمالات العقلية المسلم مهم جدا حكم كدو عادي غالب يوحبضا كل سنة هاي وها احتمالي كرتوا خطأ وإذا دبضا بقف الشلمي الأحكام العقلية الأحكام العادية وإنك كوكا لسوء عن طال سيدة بضانا غالب كعادة هلا يقنوا محي نينك قاموا با محوصم إياه بلان بوليغي وكبحي ورا جرين بو شيخ ورسنه قلبت بلانين العقد ايكنت انا سؤلو سو ديبان ديبيا ايا وان منك بلايد هاي كورونا فيروس كي اهلين با دكان كي با لا يا خيره ان كسو قاد لها ومن هي بو يتالي بري واغو ميشو كو بري وان او كينيا وروا سيده بري مكي لا غار اسلام تبو حل اسبيتال لا غلي با بين
يعني إذا حدث للمدين وي مركو نينك مدين كايدين تقولها وشكينا فكذب بين بوشيغيا حدث فكذب وحبو بلن قاضي حلي بو قبسا مضل بو قبسا مد بو قبسا مكان يبوس بكب وحو روى قوبي إليا مركو ومرو أذى يضد نمد الدشاء والحكم العادل لا يعارض بالاحتمالات العقلية عيبها وذاقر قد كورك وحكمت حكمك وكخل ضمي هذه هبل صدن سنة وحلوية قان إلهي غير كنو عابد جرقال لها وذا ديه فتور فديينا سيدي بكنا في بحيا سوى الجيلان بريا هيا هذه نار بكواري لعنة الله عليه بأده قد الشيخ ساها ديم حد عكرته مركي قدن بيسي إنه طوبت كياني ما تقول إيه إنه طوبت كياني ساعد قدن بيسي واحتمال عقلية غالب كي سيد بندينا لقوا أجانا وحكم عادية والأحكام العادية لا تقدح الاحتمالات العقلية إسكا إلى لي ووحل غفة الشلموي وذا دوا وين وهابي وأركي وعقوها إياه قال لك الله بصدقين وقال لما كل انت معين هن لو ما الله ذكره نار بكجان لما ذكر وهو كفر بالله وخروج من المله هذا وين الرئيس عوده فرديا وياتوا لفتا كجان وركا كم غير وقد كفروا بما جاء به الرسول افضل حقيقه قتمت اختلط عليهم الحكم العادي والحكم العقلي احتمالك عقلك يا آفك كيري إلينا محيد ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم إجماع السلف الصالح حتى والخلف حتى والمجرمين من أهل البدع ومحي روح قرميك وعدا أنهم من أصحاب الجحيم إذا مات على الكفر الموت على الكفر هو التبين متى مزماه نين لوغيها انو قال لما كو دنتي كوليهين نار بو كجرا عين لما دهي كرو ولا نشد لمعين افدا بليك بحوبا لا راعي هي تقريرات خير كما له قرا بجنه او نار يا علماء المسلمين مقصرات كأسكال أهل القبلة كهالله يا أهل القبلة كهالله يا أما كافر أسلئ أقر من هضات تراثنين قال لما كرد انت يهودي باب الشنود إذا قل يوم مصاري وذا دا نار لو مقرك باب الشنود صغر ميزا كي مسلمين تمصر كلك جاب شيء قبلي حتى إسلامي كسر علي الدين كي أقباطها إهردد ومد وقوي وذلك وينا يا اخوان كم حيلي الهي اون حريص بفضل ما قدم للبشريه يا بابي هو وسا كو ديجت بال فاتيكار واس كو ميد شنودي فاتيكار لبا قال اسكن او علم ادير نار الله كو واري اسكا الهاليا بداري سبق بي كو غشا بداري هي سبق بي كو غشا دول السلف فان اسكا دي عقيده اهل السنه ولا نشد يعني لغا راعي ولا نشد لمعين بجنة أو نار أهل قبلة لغا الله يا من لم يشهد كفار تأسليين تأيينين ردى لغوه أو كل انت ننك أقر وايج نار إنو كتره فليس بمسلم فهو كافر إسكا إلالي إسلام هو كفر انتهي صلاة كتب أصيح ميسو لغم حبالك وقبور تايدا شيخ نوما أهل النار وأسكا أهل النار معاب الصهر هذا قال كي نبي محمد كو كفري كتاب كان كو كفري مركو دنت اذا نارو قير كريم حد دين كو صار ايشك هذا كو ودي ولكو في دوين تاعي كي شال فرانسيس كي تشوغي عاي النبي كان لغا كري واي اي كبيركو بطرا كلا غوغاي بري نفت هذا كبحد وادي الرسع وحي كلين هي واهل النار لما دهي كرو حق نو ودار هذا غور باهر الهي نغا كي دغي حقين الله ما قرنا إسكي إلى لي فذو وحكت مادة وركي غزالي وكلا يدنين كأهل مع سيدة الصاحب الكبير ذا
لعنت كوغو دحل لما دحي كار احاديث عادو بنانك تيري يو مركا اول هيا حال المحاجر و خو يدي waxaa dhici kartay inuu san ka too inuu ka toobad keenana dhici kartaa inuu ka toobad keeno ya dhici kartaa ihtimal aqli awi wadaadka saalih mahdi maqbal wuxuu waxa dhici kartaa inuu ka toobad keenin waxa dhici kartaa lagu horgaayo Soomaa xuri ibn hazm wala allatu qabu bil alla wa da'wa ka da'wa fa ina al burhan bur yaani wa idha bdaru idha bdaru نسك قرآنك هلا احترام دينك وحشك هلا قاتو وذا دعفو بي اسك إلالي إن الرجل إذا غرم حدث فكذب ووعد فأخلف رواية عند أبي يعلى بكعضو إن الدائنة بي كعبرت إن الرجل ماشاء إن الدائنة الدين قاتها إنك الدين تقاتها إذا حدث غالبا حكم عادي أو بي كذب وإذا وعد أخلف وحدثني زهير بن حرب مركز دين تأذى الله إسكاك إلالي دين تأذى الله إسكاك إلالي هذا الدين قال أن الدين هذا بحين كريم مركو ربه يسساري وهول لبضن هول شايدا وحدثني زهير بن حرب حدثني الوليد بن مسلم حدثني الأوزاعي مركز وليد بن مسلم أو متابعين إياه وكيع عن الأوزاعي بن صومر هنا أنا ووليد عن الأوزاعي حدثنا حسان بن عطية المحاربي حدثني محمد بن أبي عائشة الأموي أنه سمع أبا هريرة رضي الله تعالى عنه حديث كمركة أبي هريرة أي رواية تيسا قدال جيي من حيث الفن وحاف يعني إنه اسكحك يا شيخ روايات كحديث أبي هريرة وحديث عائشة ودب جييو دب ملها أنه سمع ورد يقول أسول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا فرغ أحدكم من التشهد الآخر تيهور الرواية هذا إذا تشهد أحدكم به هنا وامح أتحيات كالضمب بلوتشي إذا فرغ أحدكم متكين هدو ضمي وكفر حشو من التشهد الآخر أتحيات كالضمب آخر وعكس الأول فليتعوذ بالله خلاف الأول عنده فليتعوذ بالله لها كم قنقلو من أربع أفر بلا يهكم قال من عذاب جهنم عذاب كذا ومن عذاب القبر قبر عذاب كيسة ومن فتنة المحيا نورشة أنت نورشة الزمن كان نورشة في النديسة والممات حلق جريدة في النديدة ومن شر المسيح الدجال سعود بنيه بنت بناي قال كا في النديسة وحدثنيه وحديث كيت بي الحكم موسى البغدادي حدثنا هقل بن زياد السكسكي حاو قال مسلم حلو وحدثنا علي بن خشرم المروزي أخبرنا عيسى يعني ابن يونس عيسى بضنبا ميشن عمرك واكي احترازية عيسى بن يونس بسحاق السبيعي جميعا سوى الجرعة هقل إيا مركا جميعا يكوض عيسى عن الأوزاعي مركا هذا هقل إيو عيسى وحي متابعين يان وذات كهوري وكيعها وليد بانا كسر ريو وكيع متابعين إنه الروايات كما حديث أبي هريرة إسكو حجيو أيها ينوفع إن هذا حديث عائشة ودب مريو عين أوزاعي بهذا الإسناد السند كذا صومرتين أوزاعي ديوك حديث كقادنا يي عن حسان بن عطية أو يحيى وكثير الطائي مركز ليه ما إن هذا لكن حسان بأودن به حسان بن عطية وجي ذا عن ابن أبي عائشة عن أبي هريرة وقال وحيري وقال قائلك وكما وقالا بيد ماشاء الله يدا محايدين دقا يدين كافي عن عاو ان بضم بيد ستي وقالا بيد كينيسا الصناعة الحديثية الصناعة الحديثية وقالا ويوا وكوما وهق ليه هي عيسى بن يونس وقالا وحيدا هذين اذا فرغ احدكم من التشهد متكين هدوء تحياتك كابحوه ولم يذكر إلا الهوي ولم يذكر باني إدغان ولم يذكر إلا الهوي ونكسني محايا إلي مركو الربعينو كلا سرسار مسلم الفاضة واللفظ اللي فلان بوديه جري هذا هو يسكو قبطي الرواية هقل من زياد
السكسكي الرواية دي عيسى بن يوسف السبيعي مرض اسكو قبط اوسا الفاظ التفصيلين فعل فاعلك الله بنا يو انه نقض مثنى والله بن نقض وقال ولم يذكر عيسى كسعود هذه الاصل هذه مركو رب انه كلا صاروا وحودا واللفظ لفلان واللفظ مركو كسو يدا وخي كلا سو كرد وخا او تير نينك مركو ربا غوني لو شيغا لفظه اسكلها مركو ولم يذكر ولم يذكر لم يقول ولم يذكر بكوري هذا فشل انت هاي مرض وقال يدي مرك دم ولم يذكر امره طيب هذه مرك سي دون هنقوتيه وخا دحي كرتا انو وجودو وقال عيسى انو دنبي مرك وقال عيسى انو دنبي والطريقة اللي يقانب المسلم كل حو وقال عيسى بن يونس في روايتي عن الأوزاعي إذا فرغ أحدكم ولم يذكر عيسى مشيغن الآخري التحيات كذا مرده يا وقال ولم يذكر أبو كل قاية المهم نتفانتان با مهمة حدثنا محمد المثنى حدثنا ابن أبي عدي محمد بكوذ بن إبراهيم عن هشام الدستوائي عن يحيى بن كثير الطائي عن أبي سلمة أنه سمع أبا هريرة رضي الله تعالى عنه يقول أسوغولي قال النبي الله صلى الله عليه وسلم نبي قال وحوجيدي اللهم إني أعوذ بك الله وحكام من عذاب القبر قبر عذاب كسال الله وكام وعذاب النار نار عذاب كذا كام من قلي سوران كومسو شيء وعذاب جهنم إن نار لقوضه وات الرواية عدوي وعذاب النار إله النار تعذاب كذا كام مجن نار تين لسكو عذابه اللي يجليه يلا وكام مجن قلي نبي روح شبري بكي هاي ومن فتنة المحيا أشعر روح يقول النبي محمد اللي على وادع كرتاه نبي محمد إبراهيم هي أبو الأنبياء والرسل من أبينا آدم إلى آخر النبي يبعث محمد كل اللي على وادع كرت نبي محمد إسكدا هي ملك الجبريل هي ملاك تدم بالوجر كراه ادعي كرتها ادعي كرتها ان الله على كل شيء قدير ما يكون هذا سوال ما هو حسن لو جوجا طيب انت اصلا من النار لو غورو ابو جهل يا ان يا امي بن خلف يا ايش ضروري يا فرعون النمرود يا هامان يا قارون كل ان لجنا لقيا دعي كرتها يقول دعي وطائفه إلهي فتنة يوي فعم وصم إسكا إلالي مركة وعقل معكوسة يعقل فونطاء يوطان وحي فهم أيان مجرور أنكروا الضرورات العقلية والحسية والشرعية وطائفة بئيسة أخبث من المعتزلة من حيث الأصول مركة وحل لازمني مركة إسكا إلالي أو شايدة وعذاب النار ما إله كان من قاله وفي محبة ذاك قري إذا بدرس ما هنا النبي محمد الملائكة لعبه سو شق الحمام ما أرى يا ملك كاس وبحي إن جبال أفل وجه بيها لكن لما هي وإذا بدر يضمير حمو إن تقبل الوضوء يدين الآن وي ميلا للا عشرين هات لعبه سيأفك الأصل مري كرتوا حادع كرتا أنبياء والنبي والنكوب كي يعني إن النار لغو قروا أبو جهل جنة لقي والإناء بما فيه ينضح والطيور على أشكالها تقع مرك وحاوي استخفاف وحمرك كلفه ضاده أفقاضي يدن هذا وحكسه به وحن شغل لغو وعذاب النار نار عذاب وفتنه المحيا نورش فتنة يدي والمات جريدة والشر المسيح الدجال بقى الله كمان حدثنا محمد بن عباد ابن الزبرقان المكي حدثنا سمان عيينته عن عمرو دينار المكي عن طاووس بن كيسان رواية الاقران وهي قال وحوري طاووس بن كيسان سمعت ابا هريره رضي الله تعالى عنه يقول اسوغ لقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول كلاب مغلوله اعوذ بالله الهي كم من قال المسلمين من عذاب الله إلهي عذاب كيسة كم قنقلة عوذ بالله إلهي كم قنقلة من عذاب القبر قبرك عذاب كيسة عوذ بالله إلهي عسكوض مقنقلة من فتة المسيح الدجال بين بانينه صعود كبنا في النذي سكم قنقلة إلهي عوذ بالله من فتة المحيا والممات حدثنا محمد عباد إلهي بلغ مقنقلة الله عسكن هوشا وهول إلهي سبحانه وتعالى هذا مكلي
يمخلوك لا شغل كملا العياد العياد ودعاء وعبادة خاصة دبوي مركو يما دو مشات كعري اد معين بيدويسو ومشات امنسنتا اني وحكو تريس ولذا كفار قريش مشركي العرب حلق برواقدي برسمات كلا جوغنا اصنام تودي هولهودا اسكا برور ديق جيره مركي حالدو كولاد بدو عاريدا اما دوفانو كعان الا شك يراي وتين ملا غود غلو اله كلي بري جيره واذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون الا اياه حقيقه بخي وا لواي هبل الا تي عزي اسافنا الا ما يقان waxaa ayagu inay dhoobteen bay garanayaan oo xarur ee ciyaartii caruurta iyo baashi ay caruurta ku ciimay maqashar raacan ku ciyaari jiray hawlaha kala weyn dalla man tad'una dalla ibaradu u fiirso dalla man tad'una illa iyyah marka waxa way idan waafid wa fitra way laakiin mushrikiinta hada joogta in badan oo kamida xilliga barwaaqada ma bashariga yalaanba iska fiican yahay xaaladu ma ku cuslaato iyo shacab qadir ku cararaan xaqiiqdu waa sida hadda markay beertu u baxdo oo gabadh ugu lasho oo geelu dhalo oo baddu kalluun fiican laga helo wax walba dheeshiisu tuman haya iyo dhaantadiisi iyo walasaqadiisi iyo shiribkiisu garaacay xaajadu markay xumaantay naftu qabato markaa way marka أهل قابور الله صبحاي كفار قريش نمر كان يعرج إلهي كلي كوا كير رون لبضع رنبا في عان بوقت كفار قريش بار رون نارو وكلا سبحان الله استا والله بم مشرك وده جي سوا وين لقوا وكلا دريه حنانيك بعض الشر أهون من بعض يقول شرك وكلا فضيعي وكلا فضيع وحاس ولا مركب وا وذا داخل ربي ولا قد عاد عيي ما كان آير هوش آيات كاتو شعب قادر صاصو كلا طورة هي شرك أردم بين مركب اسمه كيرن شرك الأسماء والصفات شرك الألوهية شرك الربوبية جميع الشرك أردم بقوي متقوى نم بمركب قوة كوفيد هو عمله ومسلمين كله مسلمين وركوفيد ماشي مقا بنكرت كدا إلى ذيرو متر داتر كده حوله تكفير خارجي اتاي قبطة لسو كير مايو صومالي كان دمان مايسو داي هوشاس سوى هو الخطر مسألة العياد ملجأ يا معاد الله 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 كلي يوي مالك والله عرك رمى جيران اصاغا دباتدا فايدة بيده مقاليد كل شيء الله اسكا الهالي حدثنا محمد ني الى اشريقي الى يوم مشرق ولي قاعد دفاعي من الهي كلي بريا هي الدفاع لكن ني الى اشريقي الى دفاعي وحالها قدر صني لماذا قال لما كوغين قال لما كو رقم امن وركو وإلو عداده نيم والبو حايد وينو قاط بلدنا مبركي سو تارجتي سو وينو قاط قالوا المحل ودجيا بلاد نمبر كار تاريغا لو دجي انو تاريغا دي جيراي نينكي اله او شريك يله مخان كو دجيرينا مشرك اله كلي نينك عابده موحد ضدنا بلاياها قرصد اورب منافق شي عبد الله يجي لباته سن امام كينو هاي جاجوس كي انغريز كا الله كدغو هرغيسي دغحبوري سومو نيني سردون انغريز او كابتن او سرغال سرا انو سوماليا جوغي او دغحبور جوغي 20 سنه شيخ بربري زي لعي دغحبور بورتان خصوصتا دوقيد سو غاري نيكي اوغ شكهن با اندها سرانو امام كو 20 سنه كتابته اخري تفسير كو اخرن هيا انت انا طريقه الصوماليدا يا وحي يهين يا وحا اسكو دلا يا وحي كلا دنتان وحا سو دن بوقريه فايل ببل خاستو قد بياو لغو سيف غري يا لندن تاريخ ده اللي شفك اللي قل لي شيخ عبد الله قبله من مهرين قبله قرسان اوكا انت انك اوغاين محينو يا شيخ عبد الله قاس قال كا قال كو دلاي محينو يا
intaan ku ogaa ina muslim buu inoo yahay maadaama uu mujsahayo islaam maalinkan ogaano baan leenahay waa ku dhammaatay yacni nin walba wixii ka soo baxa ama lagu arka lagula dhaqmaaya qodqodka kale looma baahno midkan anuu munaafiqi hoosta ka yahay amuu gaal hoose hoo lagu dirsaday ma ah hawshaas iska ilaali حدثنا محمد عباد قال حدثنا سفيان محمد عباد كذا سمر يسون وياد من الزبرقان المكي حدثنا سفيان بن طاووس وعبد الله عن ابي طاووس بن كيسان عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه النبي صلى الله عليه وسلم مثله حديث كذا سمرتين او قالوا اي نوت تبيوي مثله اي مثل حديث عمرو بن دينار ضمير كحون نقن يا لبا ميشا نينكا مثله حديث وساق مثله نينكا هذا ايمان لا ايمان يا رواه عبد الله بن طاووس محي العمل دينار بحكورن هي مركور الطاووس وابيه عبد الله ابيه وحدثنا محمد بن عباد وبكر بن بشبيت وزيد بن حرب قالوا حدثنا سفيان بن عيينة عن ابي الزناد واسمه معاتل هذين عبد الله بن ذكوان عن الاعرج عبد الرحمن هرمز عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله مركا وساق مثله يعني هذا نوحه اعرج بدو عيينو حديث كي طاووس وكلو كحيوي إلا طاووس معنا أبي هريرة أها وحدثنا محمد المثنى حدثنا محمد بن جعفر غندر الهذلي حدثنا شعبة بن الحجاج البصري عن بديل عن عبد الله بن شقيق العقيلي عن أبي هريرة رضي الله تعالى عن بديل بن ورقاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يتعوذ نبي له حكم بن قال جري من عذاب القبر رواية مختصرة وواردتان وعذاب جهنم جهنم عذاب كذا يا عذاب القبر وفتنة الدجال قال كي الدجال في نيس وله كما قال الشري كتاب الإيمان بنو قصوم رفافين الدجال كتاب كأدم بأي أحوال القيام وإمام كأهل الدونة وكو إيمان دونة إن شاء الله يضو ففاسنا الشيطان كان هوليز وحدثنا قتيبة بن سعيد عن مالك ابن أنس أبو عبد الله إمام دار الهجرة فيما قرئ عليه فيما قرئ عليه حديث اللي قد بالأخري هو أصول لفت يسمعين أرضي قد بالأخري عن أبي الزبير محمد عن طاووس عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعلمهم رسول الله ببرجر المسلمين هذا الدعاء دعاء ببرجر كما يعلمهم الصورة من القرآن سيدة صورة قرآن أبريه صورة قرآن النبي قصوص صحابة أبره أي دعاء النبي قد ننجر صحابة أبرجر ودعاء مهمة واتيادات من حديث أتقصه مرتين من حديث أبي هريرة ومن حديث عائشة روايات بدنا أتقصه مرتين حديث عباس نادوا كيلي يقول وحن النبي أورنجر يقول لها مسلمين أتحيات قدام بيا اللهم إنا نعوذ بك من عذاب جهنم الله وحن كما انقل عذابك جهنم وأعوذ بك وحن كما انقل من عذاب القبر قبرك عذاب في سواء أعوذ بك من فتنة المسيح الدجال دجال كي بدناها في النبي صلى الله عليه وسلم أعوذ بك من فتنة المحيا والممات بأن الله كان من قال لها المحفوظ في دعاء النبي عليه الصلاة والسلام نبي عليه الصلاة والسلام دعاء ديسو ميل والبي كتما دو وبالإفراد أعوذ نبي محمد دعاء استي أو جمعيي لما هي مكواسوك الصلاة الأحيان كنت اللهم باعد أعوذ ساسوي اللهم إنه ضد الدعين يا موين حديث كمركو أورونا يا إمامكم مركو الدعين يا هدو الدعاء اسكو قوني لو فقد خانهم فربا كوكودن وذا داد دري وحيليهم بس سيدة يضبوا حو خلافي سيرة يدقن كي منهج كرسول كلا يقاني في إفراد الدعاء نحن نحديك واسوغي هاي لا دقن كنبي محمد خاص كي كصها بساسك الدعاء سوى مركو اسكي الدعاء سني كان وحكاها لما خذوا مد ودعاء ليس وحلو الشيخ انه دعاء الى ويد من دافات الى ان حارس الى جنة يجي الى فرج كربده يقفي وشيخ مع الليضة تاسوي تلسكو هيست لكن بركه اسك ودعاء سنيسو ويكل دوانتا سيد دور بن قتال المهم المحفوظ في دعاء النبي وافراد كاسوي قال مسلم الحجاج وحول ابو الحسين بلغني وحيسو غاري ان طاووسا يعني ابن كيسان قال لابنه انو كيري ويلكيس عبد الله اها ادعوت مكد عايست بها دعاء هذا ان صومر افرت شيء لها لقم من عذاب القبر عذاب جهنم
من عذاب من فتنة المحيا والممات يوم من فتنة المسيح الدجال أفرتاس أدعوتم كدعا استبها دعوينك أفرت في صلاتك صلاة هذا تكتي فقال ويلك حول الله ما يأبكم الدعاء شني قال طاوس وحوقي لي أعد صلاتك صلاة هذا السعلي ما أصحين السعلي لأن محايا لسام حول دعاء وأدك يا طاوس لأن طاوسا رواه دعاء وحكوري عن ثلاثة من المشايخ الكبار أو أربعة أما أفر أو كما قال أمسود جري ننكا مبلغين سو قارسي حديثك ومعلق معلق رواية المركة اليوم المنذر بان يا أسناكها الله مركز وقد روينا عن طاووس فضاق عليه المخرج ابن حزم بأسناك يا نيحوري وقد روينا وقد روي عن طاووس فضاق عليه المخرج مسلم معلق بوكوك يا وحاوص لي حديثك عبد الرزاق في مصنفي عن معمر عن طاووس عن معمر عن عبد الله بن طاووس عن أبي طاووس بن كيسان مجلد كاللبات سبحان الله بقول لي سديت رقمك صدح كون سديتني يتطبى كفيرية عبد الرزاق عبد الرزاق ومن أثبت الناس في معمر عبد الرزاق من أثبت الناس في معمر ومعمر وحلوط من أثبت الناس في ابن طاووس طاووس يا أبي عبد الله بن طاووس يا أبيين هدول يا أبي وأثبت أولاده وسند صحيح غاية محمص بأكينية محمص أذكر كأكينية وحوكينية كأن مسلما وحوقبا دعاء أتحيات كالضم الروحي كتغى سلاديس ما صحن أما واجب كتغي لأنه وسوده 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 كدن حقوق الطمي فتوى طاووس بن كيسان ولذلك واسكو خلافا علماء الدعاء مواجبا مسوى سنه جمهور أهل العلم وحي قبان إن السنة هاي ويسن واجب هاي أتحيات كورنبا واجبة شافعي أنت الله المعشان الصلي النبي ربا واجب ولا قمت يكره في التشهد الأخير ظاهري يا جماعة من المحدثين والظاهر أن مسلما منهم حي قبان دعاء أنه واجب ولا قمت يكره ولذلك طاووس الكسكوي لي صلاة السوعي لي ما صحني جمهورته حليه طاووس وحلقيا باويلك انو الدعاء برايو وتصهي اني مهم تهي حق لنا انا لفضي سنكر ووحل طيال صدائي زناهي اما هاي وشي دعاء واجب حال كفنا الا اذا وجوب كذا برنامج ويا الله ويا الله لا بد دليل مدكو باد الامر الصريح قولوا اتحياتك الضمبي ولا قيدي مركات قادان رها امر كان النبي محمد صارف او ما هينو مد الله بعد نبي ولي جدا بكما تجي دعاء داس لا يوجد بعد ما النبي يقول بالله بس هو كتجي نبي يقول دائمي أسوق أمضى أمري حق الله دقاقة مركم ما يمد دائرة إذن ستان ظاهرية أيضا كيادة طيب شيخ الإسلام ابن تيمية قول حولية دورنا يقول واجب تأي تاي أحمد رواية أصلا قول يا تصيص إن الرواية تاي إن واجب تاي محدثين فربضاً بهو شاسي كنت قي لكن نك من لو تري عنك كوا يكت إما السلام بأوكو قرأ كفق من حزن بابن بو بابا يست وكاس هو كنت قال لبي نينك يكت قصة هدس ما سحن بو وإلا برتوا واجب سيدة تحيات الله برنه طاوس من كيسان دواء رك تمشي وكلا دعي دعاء اسمرك الله برتوا عروتها اللي حفظيه هل قد دعيستو دعاء الله بديو باب استحباب الذكر بعد الصلاة وبيان صفته وحبابي هاي صلاة انت ان لقب بحن دعوين كقيب وقتل مامي امام كوغدنا وحوت الماما يا صلاة ورب حضو دعوين كتكد عيسى الله حدثنا داود استحباب الذكر عفوا حسك اله ان لصنيه بعد الصلاة هذا كذب وبيان صفته تقابك يا ان لحد حسك اله مركز هذا كبح هذا الحسيس حدثنا داود بن رشيد الهاشمي حدثنا الوليد بن مسلم عن لوز عبد الرحمن عن ابي عمار اسمه شداد بن عبد الله عن ابي اسماء الرحبي واسمه عمرو بن مرثد عن ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم بقول لباتني سيدي الحديث بن النبي كوري يا ثوبان ان صومر انك لم حسوسته
soo maraysa ma xadiidtiisa khayr boqol labaatan iyo siddeed xadiid buu nabiga ka warashaa calayhi salaatu wasalaam nabiga ka wariyaa muslimna toban xadiid buu ku leeyahay bukhaari inuusan riwaayo ku lahayn baan u malaynaya saxaabigan thawbaana bukhaari inuusan xadiid ku lahayn baan u malay aduu boqol labaatan iyo siddeed buu wariyaa muslim toban xadiid buu ka wariyaa xadiidtaas laba waynu soo marnay kanna waa kii saddexaad laba xadiis oo thawbaan uu leeyahay baynu soo marnay xadiid waxaynu ku soo marnay saddex boqol toban iyo shan raqamka ahaa waad fiirin kartaan hadda sagaal shan boqol sagaashan iyo kow baynu maraynaa la socda raqamka la tiriyo ka dambe xadiidka ku dhegan wey raqama idin tirinay ka dambe ee xadiidka ku dhegan shan boqol sagaashan iyo kow baan kaaka marayaa saddex boqol toban iyo shan baan xadiidka koowaad ku soo marnay kii labaadna afar boqol siddeetan iyo siddeed baynu ku soo marnay kii saddexaadna hadda waxaa weeye shan boqol sagaashan iyo koowaad ku maraysaa qaala saxaabigu wuxuu yidhi kaana rasuulu llahi sal alay wasalam baytulmaqdis buu ku dhintay waynu soo marnay thawbaan mooda rasuulilah sal alay wasalam baytulmaqdis buu ku dhintay meesha hadda yuhuuddu ay haysato hijradu markay ahayd kontan iyo saddexdii hijrada kaana rasuulu llahi sal alay wasalam rasuulka lahi wuxuu ahaa idan sarafa markuu ka baxo min salaatihi salaadiis markuu ka salaamo naqsado istakfara dembidhaaf buu alla weydiisan jiray thalaatan saddex jeer astakfirullah 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 buu odhan jiray thalaatan oo markuu saa uga salaamo naqsado waxaad ka istikfaarsani salaad baad tukatay waajib rabbi kuu daray baad tukatay surmaseegtaa dhici karta waad sahwinaysaa waswaas baa dhacahaya waad baxday waa iska maqnayd khushuucla-aan baa iska jirta gabidhac iyo gala badan baa iska jira dembi dhaaf inaad rabbi weydiisto waa laasim astakfirullah astakfirullah aad tidhaahdo wa qaala markuu istikfaarsaday kadib buu odhan jiray allahuma anta asalaam wa minka asalaam tabaarakta ya dha aljalaali waalikraam allahuma allah yow anta asalaamu nabadgelyo waa adiga aydu salaamati allaha ka hufan baa tahay ceeb iyo nuqsaan oo dhanba du salaamati min almacaayibi waalcuyuubi waalaafaati aafo iyo ceeb iyo wax xun oo dhan bad allow ku hufan tahay wey intaa hore markaad tiri allahuma anta salaam bini aadam waa iska dhib badan yahay maskaxaada xunta ay fuundada waxaa laga yaabaa inay u boodo ilaahay wuxuu u baahan yahay in laga nasaho xumaanaha waxaa lagu yidhi wa minka salaam afka lagugu dhufta wa minka laa min hayrika waxaa la hormariyey macmuulkii assalaamu minka ay ahayd maxaa loo hormariyey in tawxiidka lagu fahansiiyo shirki baa laga kari waaye wasalaamu minka asalaya ajrumigeenna saas uu inoo sheegay wasalaamu minka laakiin wuxuu waa minka salaam laa min hayrika ku jirta adu xaggaabun bay rabbi uu ka ahaata adiga keliga xaggiisu bay ka timaadaa assalaam min almahaaliki waalmasaa'ibi waalcuyuub balaayihi dhibaato in laga badbaado oo laga badqabo allow adun bay kaa timaa adun baa awoodo wey adiguna maxaa tahay assalaam du salaamati min ayi naqsin tabaaragta allow khayrkaada badnaaye tabaaragta ay tacaalayta tabaaragta allow khayrkaada badnaaye marka wadaaduhu ku dhahaa u qaadanin khayrkaada ahaa in dadka wax la siiyo waa khayrkii ahaa sifaatu lkamaal asmaa illaahi alxusna waa sifaatu kamaali baa laga wadaa nicmada iyo waxa lagu taray iyo khayrkuna waa athar iyo xukun min axkaami ilaahay asmaadihi sifaatkiisa wuxuu ku tilmaanaa ka yimid weeye sifo walba oo sifaatu dhaatiha waxay leedahay magac waxay leedahay xukun waxay leedahay thamaro hawsha baab alcaqaa'id baa lagu soo daraasayaan filaya tabaaragta allow khayrkaadu badnaaye ama taqadasta wa tacaalayta xumaanu dha allow ka hufnaate dhaljalaali yaa dhalcadamati dhaljalaal xarfu nidii baa lagu iska garanaysaan wayna iman doontaa iyadoo xadiidku uu wato dhaljalaali ee dhalcadamati weynaanta iyo sharafta allihi u saaxiibkaayo waalikraami iyo ixsaan falka iyo in la maamuuso dadka ahlu khayrka ee mudan in la maamuuso qaala waliid ibnu muslim wuxuu yidhi faqultu lilawsaaciyo waxaan ku yidhi kayfa alistikfaaru u fiirso ninka raawiga xadiidku warinaya waa inuu fahmhayo macnihiisu og yahay
عربت وحيت نينكا إيه نينكا شاعرك قبياقة هدو بيت وريا معني سنة وقرن وايو فضربوا بكف حتى يلتف. الشاعر إذا روى بيتا إذا أنشأ قصيدة أو بيتا ولم يعرف معناه فضربوا بكف حتى يلتف. ربحان لها تابا إلى والغنت الله أبو محايلة واحدة قريني معوضة راوغو محن باري وحسن صدرت وسن قرني صدرت وليد ويدي حر استغفار النبي محمد صلى الله عليه وسلم بحبه واستغفار سنجري يشيك أوزاعي وضع شيخي. فقال وحر أوزاعي تقول وحاديه مركز صلاة الصاء وغسل من نقصته أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله وصدحه محاكو جرى مركز استغفار يذكر يدعى وحاكو جرى وفاء بحق العبودية والقيام بشكر الله سبحانه وتعالى. أفلا أكون عبدا شكورا أظن لماذا هذه بعض موجودة أستغفر الله اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام دعاء ذا الغيسة إلهي كهليشي ما نقبك أقبايا وكام مذيا إنبان ربي هليشين سبحانه وتعالى. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وابن نمير محمد بكبض إمامكو قال لا بضع الشيخ حدثنا أبو معاوية الضري محمد خازم عن عاصم يعني الأحول عاصم سليمان عن عبد الله بن حارث الأنصاري أبو الوليد بالليل هذا عن عائشة رضي الله تعالى عنها قال وحجره يدك كان النبي صلى الله عليه وسلم نبي وحوه إذا سلم مركو سلاما نقصي صلاة وكبحه لم يقعد مفرد سنشر إلا مقدارا ما يقول انتو كيد هذا أنمويه قد يرء كيد هذا اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت ذا الجلال والإكرام بس وفديه جري علماء وحي كفصيرين إن لقوضوا صلاة أن راتب لهي صلاة أن سنة كدن بينين كان النبي إذا سلم من صلاة ليس بعدها راتبة هاي الأحاديث وحاقصوا عن صلاة سبحانه مركو تكوذ ومركا قاكوين وفديه جري ونبضنيد حتى تطلع الشمس إنه وردي يجري إلى قرح الصوب بحضه وسنة الشروق أوتو كذا أما ركعتي الضحى أوتو كذا. إذن حديثكم حلقة وذا والمكتوبة التي ليس بعدها راتبة أي سنكدن بين محايا النبي مركو الصلاة من نقص إذا إنت أيرت أو آخري وابحي جري قري قسو كسو نيسان جري إذن كنا مكاسا صلاة وقب حضان أركنا كسو نيسان نيسان سابقون حوهي قري هذا تكتر مو وصلنا إنسان إنسان إلا من رحم ربه وهل كان أبي كوب على صلاة وتكون مرقامس ما قان إيو إنا تد جماعة إيو هل هو أركينا صلنا إنسان أي تاي ولذا ابن مسعود حورن شري صلاة أدقرو كنت كان يسو يدي مد المسجد كأد كنت كان هذا إسلئ كان وايان وإسكو قروح نقوم وايان فأنت منافق أو شهادة لسك غفيري صلاة برجع كنت كان حلقة يا بين أطبوم بس كنت كتو يترك سود كي أتكون صحة إسلام تكرم صلاة أنا سوق أطاب الله جاي هذا وضح لسك غحرات لبسي إسقرحين يديار قرو يقرأ عدير يمنا ما جرت مركز ماشي أنت ماذا واسكلا شيء ذي سار صلاة قروح زون أم عجب قبط عمل السري والعلانية وين اسكن من نقطة عمل قاعد برشطة رح يذكو قبانا يسو يمتك السر تدقر قاعد ذكو قبانا وين اسكن لو هذا هداتا أهل صدق وإخلاص هداتا يبوع بوع أنا وكلا أنا ورك هذا الدواز قاعد يعني هل يسوى أو شيء هذا لسوء إلالي لم يقعد نبي مفرسا شيرين بين السنة وبين المكتوبة بالله قبضة راتبة هي فرضك إلا مقدار ما قدر أموي يقول كيد هذا اللهم أنت السلام إله النبت قلي ورنا نضيك آتي أما عفوا اللهم أنت أذان نبت قلي أوي أي ذو السلامة إذا ماشي ذو السلام الله قد إلى مستر في قد إلى صفة إله الله قد أنت السلام بقى نبت قلي أبو آذيك حمان وحكو فرورنا وآذيك ومنك السلام نبض ورنا ذيك اعتمادا عيب يحماني يدباطون لغن نبض قلش لغن نبض قلو تباركت ذا الجلال والإكرام. وفي رواية ابن نمير وحاكو جيرة
أن رواية ابن أبي شيبة كجين يا ذا الجلال والإكرام، يعني حرف النديه بوكيري ابن أبي شيبة. سيدا ما ها ابن نمير عفوا ابن رويز وحاكو جرون طيب نبي شبه كجرين يا ذا الجلال والإكرام. وحدثنا وحاكو الحديث النوت بيي ابن نمير محمد، حدثنا أبو خالد يعني الأحمر، أبو خالد سليم حيان بالليد هذا أبو خالد الأحمر بوعان كوياي، عن عاصم الأحول بهذا الإسناد سنة كذا ذم رئيسين بكتبي عاصم عن عبد الله بن حارث عن عائشة صومهاي، وقال أبو خالد وحيدي، وقال أبو خالد وحيدي أسقى صوكر لي ومتابعين إياه أبو معاوية متابعين إياه، وقال وحيدي مركو حديثك أول اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام. حديثك عائشة برا عن قدر مركا عن رواية الضمبي. وحدثنا وحاكل حديثك النوتي عبد الوارث ابن عبد السمد ابن عبد الوارث ابن سعيد العنبري قال حدثني أبي أبي هو عبد السمد ابن عبد الوارث، حدثنا شعب الحجاج عن عاصم الأحول عن عبد الله بن حارث وخالد الحذاء حقوق وتقديمي التأخير بكجر أرضي وكوريري رواية سبع عن سكغفيري عن عبد الله بن حارث الأنصاري كلاهما خالد عاصم وياد خالد الحذاء يا عاصم كلاهما عن عائشة. ترتيب كسراعي حديثك صح ماءها وإلا إذا هذا يهيد كلاهما عن عبد الله بن حارث عن عائشة سأقول قال لأن شعبة يحدثك قاتي عاصم الأحول عاصم الأحول ويحدث كوري عن عبد الله بن حارث الأنصاري هل كحول وحوكل وشعب حديث كورنا يا خالد الحذاء خالد بن مهران الحذاء صوم قرن إنسان عن عبد الله بن حارث الأنصاري شعب الله بالشيخ بولي هاي وآه عاصميه خالد الحذاء كلاهما عن عبد الله بن حارث أبو الوليد الأنصاري عن عائشة سنة كسداس وصحكو ياي لكن ماها إن عاصم الأحول يا خالد الحذاء يا عاشو حكورن هيا تقديم التأخير بقول ما يفهم انت وحن قال الله طيب بركة حوح حنفلة يا مسلم هولها موسى سمييني نساق ذا هول كتمد وي سيدا روح أبو سحيا مياجرة حدنا شعبة عن عاصم وخالد الحذاء كلاهما عن عبد الله بن حارث عن عائشة مع أنه صح ذا واسدا سأفهم تقديم التغيير كاسي يسر إذن بابئن عن عائشة رضي الله تعالى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال نبي وحيد بمثل أي بذل الحديث السابق حديث كورية صوم برتين يا نصه هسكو لغي سمية دمالا طيب مركز شعب هذا وحو متابعين يا وذاتك هذا صوم رئيسناها أبو خالد الأحمر أبو خالد الأحمر غير هذا يشأ أنه كان يقول شعبه وحورنجري أنه شعبه لوضع غير هذا يشأ أنه كان يقول شعبه وحورنجري الحديث كان مكورين أيوه يا ذا الجلال والإكرام بكورنجري رواده هوري كتك حرف النداء سوق ماهي ودما يستري جري عشر كن عاو انت سوق إلى سبحانه وتعالى في الدنيا من آخر وأنا قبت بادي والله أعلم.